زي ما حضراتكم شفتوا، الحقيقه دايما الواحد لما بيسمع قرارات مجلس اداره النادي الاهلي وخصوصا من الاستاذ شريف فؤاد بتبقى وهو بيتكلم كده تحس ان هو بيتكلم بنكهه وبشكل النادي الاهلي وبنكهه مختلفه وبشكل النادي الاهلي، حاجه جميله جدا وحاجه محترمه. ده اولا. ثانيا، كل ما بنيجي نسمع قرارات المجلس وبتعرف قد ايه ان النادي الاهلي ده حاجه كبيره جدا واسم كبير جدا جدا جدا، واللي بيعمله النادي الاهلي ان هو بيزيد من مقراته، بيزيد من عدد مقراته بغرض خدمه الدوله المصريه، ده اولا. ثانيا، خدمه اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي. ثالثا، جمهور النادي الاهلي، او اولا واخيرا الحقيقه دائما جمهور النادي الاهلي اللي بيبقى فخور ان يبقى عندك خمس مقرات ان شاء الله، ويبقى السادس كمان اللي موجود في العالمين زي ما حضراتكم سمعتوا من الاستاذ شريف فؤاد. عموما حاجات كتيره جدا جدا، وان شاء الله قريبا جدا هنسمع اخبار سعيده لجمهور النادي الاهلي ولكل محبي النادي الاهلي في كل مكان. ويبدو ان النهارده يوم الذكريات السعيده، لانه كمان زي النهارده من سنتين تم اعاده انتخاب كابتن محمود الخطيب رئيسا لمجلس اداره النادي الاهلي، ومعه قائمته الاستاذ العمري فاروق نائبا لرئيس مجلس الاداره. ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه ويتخطى ازمته الصحيه بالسلامه ان شاء الله. والمهندس خالد مرتجي امينا للصندوق، وعضويه الدكتور محمد شوقي، والاساتذه استاذ طارق انديل، استاذ محمد الضماطي، الاستاذ محمد الغزاوي، ايضا كابتن حسام غالي، دكتور مهند مجدي، والمهندس محمد سراج، والاستاذ محمد الجرحي، والمهندسه مي عاطف. سنتين على ثقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي في مجلس إدارة برئاسة الأسطورة كابتن محمود الخطيب، ومعه مجموعة من أفضل كوادر وأبناء النادي الأهلي المخلصين الحقيقة. والنتيجة استمرار استقرار النادي الأهلي للدورة الثانية على التوالي، وتحقيق نجاحات استثنائية وغير مسبوقة في أقل من عامين، عدد بطولات زي ما حضراتكم شفتوا. كنا السنة اللي فاتت بنحتفل مع بعض بالأهلي استثنائي بعدد البطولات اللي خدها النادي الأهلي، شفنا على مدار السنين احتفالات كانت عاملة ازاي خلال الفترة السابقة. لكن زي ما قال الكابتن خطيب في احتفالية الموسم الاستثنائي في العام الماضي، ان اللي جاي أصعب، انك تحافظ على النجاح ده صعب، صعب جدا، لكن الواحد دائما ما يكون فخور بالجمعية العمومية للنادي الأهلي اللي عندها هدف أساسي ورئيسي هو الحفاظ على استقرار النادي ومجلس إدارته واستمرار نجاحات زي ما حضراتكم شايفين النجاحات في كل مكان وعلى قدم وساق. أخلص مقر أخش في الثاني، أخلص الثاني أخش في الثالث، أخلص الثالث أخش في الرابع، وما بنساش الأصل، ما بنساش اللي بيحصل في مقر النادي الأهلي الرئيسي في الجزيرة. التحديث والتطوير مستمر في كل المقرات من أول، ما حدش بيركز على الجديد فقط. ما بنقولش لحضراتكم دايما التجمع الخامس، التجمع الخامس واحد من أفضل وأحلى المقرات للنادي الأهلي، ولكن عراقة وأصالة النادي الأهلي تشوفها في الجزيرة، تشوف جمال وحلاوة الشيخ زايد واللي بيحصل في الشيخ زايد واللي هيحصل الفترة اللي جاية كمان في الشيخ زايد، من مدينة رياضية كاملة زي ما حضراتكم سمعتوا النهاردة. إن شاء الله كله هيبقى في وقته، وهتعرفوا اللي جاي هيبقى فيه إيه. مدينة نصر وحلاوة مدينة نصر وجمال مدينة نصر وعسلية مدينة نصر. مدينة نصر دي حاجة يعني جميلة جدا جدا، أو مقر من المقرات اللي احنا لازم تروح كده عشان تشوف اللي بيحصل في مقر مدينة نصر، ووجود قطاع الناشئين هناك، واللي بيحصل والتجديد الدائم دائما في مقر النادي الأهلي في مدينة نصر. ثم أخيرا وليس آخرا مقر النادي الأهلي في التجمع الخامس، والمبني على أفضل وأحلى طراز الحقيقة وأحدث طراز. أيضا هنشوف الفرع القادم أو المقر القادم اللي هيكون إن شاء الله في مدينة العالمين. خلونا نطلع نشوف هذا التقرير عن مجلس إدارة النادي الأهلي ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى.